السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار امتحان أو الاستعداد لامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية، كنت درست معكم واحد السلسلة ديال الامتحانات للاستعداد الجيد لهذا الامتحان. درست معكم امتحانات الرياضيات وكذلك امتحان اللغة العربية واللغة الفرنسية، واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم امتحان التربية الإسلامية اللي من طبيعة الحال هو داخل مع اللغة العربية. كدوزوا اللغة العربية والتربية الإسلامية في ساعة ونصف، ثم ساعة ونصف بالنسبة للغة الفرنسية وساعة ونصف بالنسبة للرياضيات. إذا التربية الإسلامية الوضعية اللي عندنا هي هذه، نظم المجلس العلمي لمدينة وزان، إذا هذا الامتحان خاص بمديرية وزان السنة الماضية بتنسيق، إذا نظم المجلس العلمي لمدينة وزان بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة يوما تربويا لفائدة متعلمي ومتعلمات، يعني متعلمي ومتعلمات السنة النهائية من السلك الابتدائي يعني السنة السادسة. افتتحت الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تابعت درسا حول معرفة الله من خلال مخلوقاته وما يترتب عن ذلك من ضرورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره. في الفترة المسائية شاركت في مسابقة ثقافية شملت أسئلتها مواضيع دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض مظاهر حلمه وصبره على الأدية، كما شملت أحكام بعض العبادات التي درستها. إذن هذه هي الوضعية. دوزو الأسئلة، إذن أتأمل الوضعية جيدا ثم أجيب عن التعليمات التالية. السؤال يقول: ذكر بآيات سورة القلم التي قمت بتجويدها في فقرة افتتاح اليوم التربوي من فاصبر لحكم ربك إلى وما هو إلا ذكر للعالمين. إذن غادي نكملوا هذه الآيات البينات من سورة القلم. إذن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إذا نكتبوا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. آية 48: لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. آية 49: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الآية 50 نكمل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا لذكر ويقولون إنه لمجنون. آية 51: وما هو إلا ذكر للعالمين. آية 52. إذن هذوما الآيات البينات من سورة القلم، من فاصبر لحكم ربك إلى وما هو إلا ذكر للعالمين. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. السؤال الثاني، ما الحكم التجويدي الوارد في الكلمتين؟ إذا فاصبر، فاصبر الحكم التجويدي عندنا هو ترقيق الراء، نفس الشيء بالنسبة يذكر، نعم عندنا ترقيق الراء عند قراءة فاصبر وذكر. السؤال الموالي، اشرح المعاني. إذا المعنى ديال وهو مكظوم، معنى ديال وهو مكظوم وهو ممتلئ، وهو ممتلئ بالغيظ أو لا غيظا، فاجتباه ربه، معناه فاختاره ربه، نعم فاختاره ليكون رسولا. سؤال موالي، ما هو صاحب الحوت؟ إذن صاحب الحوت هو النبي، ونبي الله يونس عليه السلام. السؤال الخامس، ما هو سلوك صاحب الحوت الذي نهى الله عنه الرسول الكريم؟ إذن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون كصاحب الحوت الذي ترك قومه ولم يصبر على أداهم في سبيل تبليغ الرسالة، رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض. إذن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون كصاحب الحوت الذي ترك قومه ولم يصبر على أداهم في سبيل تبليغ الرسالة. إذن سؤال موالي، السؤال السادس، يدعو الله تعالى رسوله الكريم للصبر على جميع أنواع الأذية من المشركين والعزم على نشر الدعوة الإسلامية والاستمرار في تبليغها، حدد موقفك من كيفية التعامل مع ما يصيبك من أذى وشر أثناء الحوار مقتديا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نبدي الرأي ديالي والموقف ديالي من كيفية التعامل مع ما يصيبني من أذى. عندنا أولا ممكن بالتسلح بالصبر والإيمان، تسلح بالصبر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، التحاور بأدب ولطف. إذن هذو هما السلوكات اللي ممكن استعمالها أو لا تعامل بها، يعني تسلح بالصبر والإيمان وكذلك التحاور بأدب ولطف. سؤال موالي، من بين الأسئلة التي تمكنت من الإجابة عنها في المسابقة الثقافية، تعريف الصيام وبعض شروطه وفوائده وفرائضه وسننه. عرف الصيام. الصيام شرعا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس لغروبها بنية تقرب والتعبد لله عز وجل أو لله سبحانه عز وجل. إذن هذا هو التعريف ديال الصيام. إذن هذا كان السؤال ألف، ندوزو السؤال باء، صنف ما يلي حسب المطلوب. عندنا النية، مغفرة الذنوب، تعجيل الفطور، الصبر، البلوغ، القيء العام والمرض. فرائض الصيام، إذن فرائض الصيام من بين هاد الكلمات عندنا هي النية. من سنن الصيام عندنا تعجيل الفطور. من شروط الصيام عندنا البلوغ. من مفسدات الصيام القيء العمد. من مبيحات الإفطار في رمضان المرض. وفضل القيام في رمضان مغفرة للذنوب. ما
نعم، اختتمت مجريات اليوم التربوي بمسرحية قدمها أصدقاؤك بعنوان آداب النصيحة والحوار، تتحدث عن كيفية التعامل مع الاختلاف في الحوار. قدمت إحدى الشخصيات خلالها مثالا من سيرة عليه الصلاة والسلام، واستدلت بآية من سورة الملك. السؤال الثامن، اذكر اسم القصة من القرآن الكريم التي تتحدث عن آداب الحوار والنصح. القصة هي قصة نبي الله إبراهيم. قصة نبي الله إبراهيم مع أبيه. سؤال موالي، اكتب الآية الكريمة من سورة الملك التي سيستدل بها الصديق لتنبيه صديقه من الغفلة والمشي على غير هدى. ده الآية هي قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن هذه هي الآية لتنبيه صديقي من الغفلة والمشي على غير هدى. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص امتحان التربية الإسلامية، امتحان الإقليمي الموحد ديال السادس ابتدائي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.